إحدى القرى السورية التابعة لكسب في محافظة اللاذقية، تقع في واد بين جبلين وهو ذو انحدار حاد جداً، تعرضت لعدد من الانهيارات الصخرية كان أحدثها عام 1984، وبقيت المكان الذي يتمتع بالطبيعة البكر. غالبية سكانها يتكلمون اللغة الأرمنية والعربية، ولا تزال تحافظ على الطريقة البدائية. هي قرية السمرة التي بقي فن العمارة الريفية يشكل هويتها الخاصة ويجعلها مقصداً للراحة والهدوء لسياحها وزوارها.